ريحونا بالراحة انتو. فوالا دونك راح نقول لكم واش نخدموا اليوم. في أجواء حماسية ورائعة يواصل لاعبو شباب قسنطينة تحضيراتهم بمدينة حمام بورقيبة التونسية تحضيرا للموسم الجديد. وحسب آخر المستجدات التي تحصل عليها تلفزيون الهداف من البيت القسنطيني، هو أن المغترب قاسم مهدي أخلف موعده الذي كان له مع الرئيس بن طوبال لأجل القدوم والإمضاء على عقده. وعلى حالة اللاعبين فإن سامر تعرض إلى إصابة على مستوى الكاحل بعد تعرضه إلى تدخل عنيف من أحد زملائه. ومن جهة أخرى فإن الوافد الجديد حجي عانى من ألم في الرأس ولم يقدر على إكمال الحصة التدريبية. أما عن حمزة بولمديس فإنه اضطر لأخذ الحقن حتى زالت عنه ألم الزكام الحاد الذي تعرض له. وفيما يتعلق باللقاءات الودية فإن إدارة الترجي التونسي عرضت على وزارتها من شباب قسنطينة فكرة إجراء مباراة ودية بين الفريقين في مدينة عين الدراهم بين عسكر الترجي التونسي، لكن على ما يبدو فإن إدارة السياسي اعتذرت عن خوض هذا اللقاء بسبب عدم جاهزية اللاعبين من الناحية المدنية.